الرحيم، إن شاء الله أكمل الجزء الثاني وما تبقى من درس الاستيطان، استيطان الرجل الأبيض لجنوب أفريقيا. والآن نشوف السياسة الاستيطانية الأوروبية جنوب أفريقيا، وما هي السياسة التي استخدمتها اللي هو الرجل الأبيض ضد أصحاب البشرة السوداء أو سكان جنوب أفريقيا. أول إشي الأبارتهايد. الأبارتهايد هي سياسة عنصرية مارسها الحزب الوطني في الهولندي منذ أن تسلم السلطة عام 1948، وهي عزل عنصري. الآن نشوف إيش يعني عزل عنصري أو إيش المقصد في العزل العنصري. كل مجموعة كانت تعيش بمعزل عن الأخرى في مناطق جغرافية منفصلة، أصحاب البشرة حسب طبعا يتم تقسيمهم حسب لون البشرة. فالأبيض له امتيازات، يتمتع بامتيازات، الهنود مرتبة ثانية، السود وهم أهل البلد والأغلبية ولكن حرموا من كل الحقوق. إذن سياسة العزل العنصري أو الأبارتهايد تقوم على الفصل، فصل السكان في مناطق جغرافية حسب لون البشرة. الأبيض طبعا يتمتع بامتيازات كبيرة، الهنود مرتبة ثانية، والسود أو اللي هم الأغلبية والسكان ليس لهم أي طبعا امتيازات. أيضا نجد أن هناك وضعوا سياستهم في هذا الفصل أو العزل في التعليم. الأبيض يجبر يكون التعليم إجباري، الأسود لا يحق له، التملك لا يحق للأسود ولكن يحق للرجل الأبيض. يمنع الطرفين من يعني يكونوا في نفس المكان، الرجل الأبيض والأسود، من ارتياد المقاهي. الرجل يسمح له الأبيض لكن الأسود يمنع منعا باتا. منعوا من السفر، بل مقابل الرجل الأبيض كان يسمح له تنقل الأسود طبعا بتصاريح معينة، الأبيض يسمح له تمييز وفصل. حتى في الخدمات الصحية فانتشرت الأمراض والأوبئة عند الأفارقة، حتى في الإجور. إذن في التعليم، في الحياة العامة، في التملك، في السفر، في الصحة، حتى حقوق ملكية الزواج من أصحاب البشرة البيضاء، لا يجوز للأسود أن يتزوج من صاحبة البشرة. فرضوا أيضا اللي هي سياسة جديدة وهي البانتوستانات، وهي مناطق جغرافية منعزلة. يتم عزل السود عن البيض ولا يجوز لهم الانتقال إلا لمناطق البيض نهائيا. فالبانتوستانات يعني نظام أراضي. طبعا أصحاب البشرة السوداء اللي هم عددهم كبير، معظم أراضيهم غير صالحة للزراعة بعكس الرجل الأبيض، فكان يطبق هذه السياسة. مساحة الرجل الأسود ما يقارب من 13%، وهي مناطق غير صالحة، بينما الرجل الأبيض يمتلك 87%، وهي معظم المناطق، مختلفة تماما عن المناطق التي يعيشها. إذن صاحب المنطقة أو صاحب الأرض الأساسية يمتلك 13% والغريب يمتلك 87%، ولا يحق أصلا للرجل الأسود أن يعيش كعيشة هذا الرجل الأبيض، بل ومنطقته لا تصلح للزراعة. طب كيف نرد على سياسة الأبارتهايد وهجاء التحمي الرجل الأسود؟ هذه السياسة غير صحيحة، لأن الرجل الأبيض استخدمهم كعبيد وعمال في أراضيهم. يعني كان يأخذ الرجل الأسود كعبد وهو صاحب البلد، عزلهم في أماكن غير صالحة، حرمانهم من التقدم. ما رأي العالم وما رأي المنطقة المحلية؟ إذن عندنا رأيين: الموقف المحلي من السياسة العنصرية جنوب أفريقيا والدولي. الآن من ناحية محلية، العناصر غير الأوروبية قاومت العنصرية في عصيان مدني وتحدي للقوانين. حكومة الرجل الأبيض عملت على تشريع قوانين لمعاقبة من يحاول الخروج على هذه القوانين. نيلسون مانديلا قضى 27 عام من عمره في المعتقلات مناهضة لسياسة التمييز العنصري، حتى انضم للحزب الوطني وقاد النضال ونجح عام 1993 في تفكيكه، وحدثت انتخابات وكان هو أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا. توفي عام 2013، أزاح الفلسطينيين الستار عن تمثال نيلسون
مانديلا في رام الله 2016 ليكون رمزا رمزا زعيما أسود بنضاله الطويل كنموذجا للسلام والحرية. إذا المواقف المحلية إنه الدول الغير الأوروبية قامت بعصيان مدني، حاولت حكومة الرجل الأبيض قمع نيلسون مانديلا من الذين قاوموا هذه الحكومات ونجح في تفكيكها في 93 وأجريت انتخابات في 94. أخذ رمز نيلسون مانديلا كنموذج للحرية والسلام وأزيح الستار عنه في منطقة رام الله في 2016. الآن المواقف الدولية، الجمعية العامة ومجلس الأمن أخذوا قرارات متمثلة في قرار 181 181 عام 1963 يدعو للكف عن بيع الأسلحة للي هو مفروض عليهم الرجل الأبيض 1977. طالب جميع الدول والمؤسسات بتعليق مبادلاتها الثقافية والتعليمية مع المؤسسات التي تمارس التمييز العنصري في أفريقيا وغيره. أقرت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية 3068 لقمع جريمة الفصل العنصري عام 1973 ودخلت حيز التنفيذ بعد 3 سنوات 1976. إذن الجمعية العامة طالبت بمنع بيع السلاح في قرار 181 في 63 وأصبح ساري عام 1977. طالبت المؤسسات بتعليق مبادلاتها الثقافية والتعليمية مع الدول التي تمارس تمييز عنصري. أقرت الجمعية اللي هي الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية التي هي تقمع جريمة الفصل العنصري طبقت عام 1976. نشاهد الآثار النهاية، السكان عانوا من سياسات تفرقة العنصرية، فنجد أن الرجل الأبيض كان متفوق عليهم حربي عسكري في كل شيء. أدى لحدوث اضطراب لما توسع الرجل الأوروبي أو الأبيض حدوث عميق في قبائل البانتو اللي هي القبائل الرجل الأسود وقضى على معالم الاستقلال الزراعي في المنطقة. الأفارقة عملوا كأجراء في بلدهم مع الرجل الأبيض، هو يسخر له. تحطمت النظم الاجتماعية لخلو المجتمع من قيادات قادرة على مواجهة الخطر الأوروبي. القضاء على أي فرصة لاتحاد الأفارقة فتشتت شملهم. أدت سياسة الفصل العنصري إلى حرمان الأفارقة من التقدم. عملوا على إيجاد مجتمعين أبيض متقدم وأسود أفريقي متخلف، فأدوا إلى قيام دولة متعددة الأجناس. هذا اللي بفسر لنا إنه كان في أكثر من لغة، أكثر من عاصمة، أكثر من ديانة أو أكثر من مذهب، فلكل جماعة حضارتها الثقافية واللغوية والدينية. هذه اللي هي سياسة الفصل العنصري التي تم تطبيقها في جنوب أفريقيا وما نتج عنها والمواقف المحلية والمواقف الدولية عليها.